الكل فرحان على جميع المستويات بهذا المؤتمر هذا، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. من حيث الشكل لانه التنظيم كان محكم، الاستقبال كان في ظروف جيده، الاجواء كانت كلها ايجابيه باش المفاوضين وكل المشاركين يعملوا في واحد الجو اللي هو ملائم. فيما يخص الجانب المتعلق بالانشطه الموازيه اللي كان سواء في المنطقه الزرقاء او في المنطقه الخضراء، فكما كتعلموا في هذه الانشطه الموازيه فيها المساهمه ماشي غير ديال الحكومات بل حتى ديال الفاعلين غير الحكوميين من مقاولات، جماعات ترابيه، جمعيات من المجتمع المدني الى اخره. فكانت حصينا ما يفوق 1200 نشاط موازي بين المنطقه الزرقاء والمنطقه الخضراء. في المنطقه الخضراء كانت عندنا ما يفوق 500 نشاط خلال 11 يوم. كل يوم كانت الانشطه تبدا في 9 الصباح وتسالي في 8 ونص الليل في عده مواضيع متعلقه بالنوع والمناخ، بالتكوين، بالشباب، بالفلاحه والتكيف، بالطاقه، بالمياه وبالبحار الى اخره. واحد تقريبا 12 او 13 موضوع خلال 11 يوم ديال لاكوب. فالخلاصه من حيث الانشطه الموازيه يعني فريده من نوعها. انا طليت على لاكوب اللي فاتوا من قبل ما وصلوش لهذا العدد الهائل ديال الانشطه الموازيه، وهذا عنده تفسير لانه من وراء مؤتمر باريس كاين تعبئه ديال الفاعلين، اذا طبيعي انه الفاعلين يجيو بكثره ويساهموا، لانه مؤتمر باريس كان محطه مفصليه لانه فتح المجال للفاعلين غير الحكوميين باش انهم يساهموا وينخرطوا في مكافحه التغيرات المناخيه. كاين شيء ايجابي جدا، وهذا هو التفسير علاش ومراكش طالعه الحال كان واحد الاسبري بوزيتيف اللي خلى ان الناس يساهموا بقوه. فيما يخص الشق المتعلق بالمفاوضات الرسميه، فكما قلت لك في العشيه غادي تكون الجلسه الختاميه والمصادقه على المقررات، ولكن كاين تقدم كبير جدا سيما فيما يخص تقويه القدرات وانشاء لجنه باريس لتقويه القدرات. هذه كان اسها اتفاق باريس، ولكن الاجراء ديالها والمصادقه على الاعضاء اللجنه وعلى برامج عملها وقع هنا في كوب 22 في مراكش، ونجحنا في هذا العمل ان شاء الله. اذا عندنا لدينا الان واحد الميكانيزم اممي لتقويه القدرات ديال البلدان فيما يخص التغيرات المناخيه، وبلادنا ساهمت وحنا عضو في هذه اللجنه هذه ديال تقويه القدرات، وبلادنا عندها مبادرات موجهه خصوصا لافريقيا فيما يخص تقويه القدرات. الجانب الثاني كذلك المتعلق بالتمويل اللي كان فيه تقدم كبير، لانه التصريحات اللي تعطات واحد المجموعه ديال الدول ولا المنظمات كاين اللي دوبل يعني ظرف جوج التمويلات المناخيه اللي عنده، كاين اللي زاد ب 50%. اذا كاين داكشي ايجابي جدا. اللي تيبقى الان هو المشاريع ديال التاقلم او التقليص من الانبعاثات تكون ذات جوده، لانه هذا التمويل كاين ولكن خاص المشاريع تكون هي كذلك. ولهذا مرتبط التمويل مرتبط بتقويه القدرات، لانه الولوج الى التمويل راهين بجوده المشاريع، اذن راهين بالخبره ديال الناس اللي تيوجدوا المشاريع. كاين كذلك نقطة مهمة اللي كان فيها تقدم كبير هو فيما يخص لاجندا د لاكسيون، أي برنامج العمل، برنامج العمل لمكافحة التغيرات المناخية ماشي الحكومي، ديال الفاعلين غير الحكوميين. لاجندا د لاكسيون فكان فيه تقدم كبير، وتخلق واحد البلاتفورم ديال لاجندا د لاكسيون من 2050، وكذلك لي دو شامبيون البطلتين اي البطله المغربيه والبطله الفرنسيه سهروا على هذا الشيء وقدموا واحد التقرير، وكانت المصادقه على خارطه الطريق ديالهم فيما يخص من نهايه هذا المؤتمر الى المؤتمر المقبل ان شاء الله، اي خلال سنه 2017. النتائج ايجابيه جدا، وجو ايجابي جدا. وبغيت نضيف واحد القضيه اخيره ولكن ليست لا تقل اهميه، هي انه الان في هذه الصبحيه هذه ديال اليوم الاخير حصلت كوب 22 على لا سيرتيفيكاسيون ايزو 20000 شي حاجه، اي المتعلقه بجوده التدبير. وهذه شهاده سيرتيفيكاسيون عالميه من طرف واحد المكتب مستقل اللي درس وشاف كيفاش تدبرت الكوب 22 لا على مستوى استقبال الوفود، تنقل، الاكل، تدبير المجال هنا
في المد الى اخره كلها كانت ايجابيه جدا، وهذا فخر لبلادنا انها نظمت بهذه الطريقه هذه وبهذه الجوده هذه هذا المؤتمر العالمي. كوب 22 هذا حدث له بدايه ونهايه، غينتهي اليوم ان شاء الله بهذه النتائج الساره اللي ذكرتها، ولكن الرئاسه المغربيه غتبقى الى خلال سنه 2017 الى مؤتمر 23 اللي غادي يكون اللي غادي يسهر عليه هذا دور لازي باسيفيك، اسيا والمحيط الهادي هو هما الان اللي غادي جزر فيجي اللي غترأس المؤتمر المقبل. ولكن من الان الى 23 الرئاسه المغربيه عندها دور مهم جدا لانه غادي تحضر ما المخرجات مؤتمر 22 غادي تقوده خلال 2017 وتحضر لتسليم المهام الى الرئاسه المقبله. اذ لدينا خارطه الطريق عارمه بالاشغال وبالتلبيات هاد الدعوات ديال البلدان اللي كانت عاقده امل كبير على المغرب سيما الدول الافريقيه والجزر الصغيره باش يدافع على المصالح ديالها بطبيعه الحال في اطار تكافؤ بين الرئاسه المغربيه تتمثل كل البلدان، ولكن كاينه حساسيه خاصه فيما يخص افريقيا والجزر الصغيره لانها عندها هشاشه كبيره. اذن خارطه الطريق ان شاء الله خلال 2017 باش نزيدوا بالمخرجات ديال مراكش ونسلموا في احسن الظروف المشعل الى فيجي اللي غتقود كوب 23.